توسيع الشراكة الاقتصادية بين الجزائر ومالطا محور المنتدى الاقتصادي الذي جمع رجال أعمال البلدين، والذي يعقد في سياق زيارة رئيس جمهورية مالطا إلى الجزائر. المنتدى يعد الثاني من نوعه في ظرف شهرين. إن احتمالات الاستثمار والعلاقات الاقتصادية بين البلدين هي دون أدنى شك عديدة ومتنوعة، وإن الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء مع الوفد المصاحب له منذ شهرين قد كانت نقطة حاسمة من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين. إن عالم الأعمال بحاجة إلى هذه العلاقات والشراكة بين البلدين. جمهورية مالطا التي تتميز بخبرة في مجالات مختلفة تفتح حسب الوزير الأول آفاقا واسعة للتعاون مع الجزائر، خصوصا في قطاع السياحة والرقمنة. مالطا عندهم الخبرة اللازمة كالفلاحة وبعض قطاعات في الصناعة كالمناولة وكذلك في السياحة، لأن نعتبر مالطا أصبحت اليوم عندها خبرة وتجربة قوية، ولابد نخلق معها كذلك شراكة حتى بالنسبة لتسيير الفنادق الجزائرية، حتى في قطاع الرقمنة نظرا للخبرة تاع بعض شركات مالطية. العلاقات الاقتصادية بين الجزائر ومالطا في مرحلتها الراهنة لا ترقى إلى مستوى إمكانيات البلدين، فحجم المبادلات خلال 2015 قدر ب 165 مليون دولار، رقم بحاجة إلى تدعيم أكبر حسب المتعاملين الاقتصاديين. لقاءات بين المؤسسات أحسن طريقة اللي باش يعني pour arriver en quelque sorte concrétiser le vrai partenariat se fait entre les chefs d'entreprise. تكلمنا على برنامج، البرنامج هذا كونسيرن لي سيكتور تاع الباتيمون تاع الكوبلي كونسيرن توريزم، على المطارات تاع اللي هما عندهم قويين في التوريزم، الناس اللي يجي عندهم هما ثلاث خطرات اكثر من لي زابيتون من السكان تاع مالطا، دونك ايزون ليكسبيريونس. عندنا تانيك لي نوفيل تكنولوجي دو لانفورماسيون اي دو لا كومونيكاسيون. المنتدى الاقتصادي الجزائري المالطي فرصة لتعزيز علاقات الأعمال وإرساء دعائم شراكة تجارية مربحة للطرفين.